21 مترا لا أكثر، تفصل بين الكعبة وبئر زمزم. فوهة البئر تقع أسفل المطاف حذو الحجر الأسود، لها نبعان يضخان صفو مائه، أحدهما يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والآخر من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. هذه البئر الشريفة نظيفة دوما، لا تنمو فيها الطحالب ولا تلجها الهوام أو الفطريات أو ملوثات الماء المعتادة. زمزم لا تكف عن ضخ المياه العذبة بأمر ربها بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لترا في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لترا ونصف اللتر في الثانية. المعجز أن هذه البئر الهائل ماؤها تستقر في محيط الكعبة المشرفة بعمق 31 مترا فقط. رحلة الماء المبارك تبدأ وقت يضخ الماء من البئر مباشرة بواسطة نبختين هائلتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يوميا. ترسل من فورها إلى مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم في منطقة كدي عبر دفع آلي من أنابيب مخصوصة بغية المحافظة على خصائص ماء زمزم الرقراق. الماء يشق طريقه إلى أفئدة مريدي، أما المسجد النبوي فيسافر إليه الماء المبارك يوميا، وينتقل الماء المدرار إلى جوار المختار عبر صهاريج مجهزة بمواصفات قياسية يتم تأمين أغطيتها ومحابسها بأقفال بحيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصونه من أي مؤثرات. يبلغ معدله 150 ألف لتر في الأيام العادية، وفي المواسم يصل إلى 400 ألف لتر. تتابع عمليات السحب والضخ ومراقبة شبكات الأنابيب والخزانات بواسطة الألياف البصرية عن طريق برنامج متطور يعرف بنظام إسكادا.